مساء الخير يا بنات. العلبة اللي مش هبطل ولا هزهق من الكلام عليها علبة الفريزر الاتنين ونص بتاع التبر وير. العلبة دي رائعة، يعني أنا كل شوية تبهرني. أنا عندي عزومة وقلت أجهز الفراخ، أغسلها وأشيلها جاهزة في الفريزر. أنا عايزة أوريكم هي واخدة قد إيه. بسم الله ما شاء الله، يعني العلبة ما شاء الله واخدة فرختين بالحاجات بتاعتهم. بصوا ما شاء الله حجم الفراخ، انا هطلعهم قدامكم عشان اللي مش مصدق انهم فرختين يشوفهم. اهو 4 وراك اهم، وادي الصدور. يعني بسم الله ما شاء الله كمية كبيرة جدا، ولو كانت اتحطت في كيس فريزر او اي حاجة تانية طبعا هتاخد مكان في الفريزر، غير البهدلة والدم اللي بينزل وكل الكلام ده. انما علبة الفريزر رائعة ومش واخدة مكان خالص. بصوا كمية ما شاء الله قد ايه، بصوا حجم الفراخ ما شاء الله كبير مش صغير، يعني خدت فرختين، دي حاجة عظيمة جدا. وبعدين بقى انسي بقى الناس اللي بتخاف تشيل الفراخ عشان العظم بيعمل عنده اسود والكلام ده، انسوا الكلام دوت مع علب الفريزر. صراحه ما شاء الله هي نازله معانا في العروض، لسه معانا في العروض اللي ما لحق، يعني ما خدهاش في العروض الاسبوع اللي فات، يحاول ياخدها الاسبوع ده.